المنتخب الوطني. هدف ثالث اللي جاء عن طريق حمله جميله قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطا اللي كاين على مستوى الدفاع كما قلت خلال بدايه الشوط الثاني. كانت ثلاثه ديال الفرص، الفرصه الرابعه تعطي الهدف لانها كانت اخطاء كثيره. اعتقدوا اللاعبين الجزائريين بان كاين هناك تسلل. إذن الهدف الثالث بواسطة يوسف حجي. يوسف حجي اللي معروف عليه الاستفادة من مثل هذه الكرات. كان هناك خلل وخطأ وأخطاء.